القبول هو قبول مركزي، وتم قبول 414 طالب في كلية الطب جامعة نينوى لهذه السنة، وهذا القبول المركزي. وحسب التوجيهات سيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم وتعليمات السيد رئيس الجامعة جامعة نينوى المحترم، فقد تم اليوم السبت المباشرة باستقبال الطلبة المقبولين بالقبول المركزي لتسهيل معاملة تسجيلهم من قبل شعبة التسجيل ولجان الاستقبال لدينا. بالنسبة للتسجيل هل هناك شروط معينة؟ هناك مستمسكات مطلوبة، هاي مستمسكات أولية يعني مطلوبة في التسجيل، من ضمنها الوثيقة المدرسية، النسخة ملونة طبعا بالدرجات، بطاقة مدرسية، الفحص الطبي الأصلي من اللجنة الطبية، نسخة ملونة من المستمسكات الأربعة لكل طالب، هوية الوالدين، ورقة القبول اللي ظهر بها اسم الطالب بالقبول المركزي، صور عدد ثلاثة، وكفيل موظف مستمر بالخدمة هو كفيل ضامن للطالب المسجل لدينا. تقدم تسهيلات للطلبة الجدد؟ هو طبعا احنا يعني كل خدماتنا لتسهيل قبول الطالب، واحنا مستعدين للإجابة على أي استفسار أو سؤال يقدمه ولي أمر الطالب أو الطالب وإجابة استفساراته وتسهيل معاملات تسجيله. طبعا تم قبول هذه السنة 414 طالب في كلية الطب جامعة نينوى، ومن المحتمل هذا العدد قابل للزيادة، لأن هناك الحقيقة قناة أخرى وهي قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو الموازي. أبدت الكلية استعدادها التام من حيث توفير القرطاسية المطلوبة لتسهيل تسجيل الطلبة، وأيضا توفير معدات السلامة والوقاية من حيث توفير المواد المطهرة والمعقمة والكمامات، وأيضا تم توفير قاعة من أجل ضمان سلامة التباعد الاجتماعي في تسجيل الطلبة. وإن شاء الله الاستعداد الكلية تام لاستقبال أبنائنا الطلبة، وإحنا من خلال لقائنا هذا نوجه رسالة لأبنائنا الطلبة اللي ظهر قبولهم في كلية الطب بالتوجه إلى كلية الطب من أجل إتمام عملية التسجيل من خلال توفير الحقيقة المستمسكات المطلوبة، وأهمها هو الحقيقة وثيقة الإعدادية أو ما يؤيد تخرج الطالب، وأيضا توفير تقرير الفحص الطبي هو عادة كل سنة يتم عن طريق المركز الطلابي، وأيضا توفير المستمسكات الأخرى اللي هي المستمسكات الأربعة وتوفير الصور وغيرها من المستمسكات. طبعا هي من راح يراجع الطالب كلية الطب راح يشوف هناك إرشادات وتعليمات الحقيقة معممة في بناية الكلية. أهم كلية طلع لقبول؟ والله طلع لي جامعة علوم بيئة تقنياتها. إيه متى قدمت المستمسكات مالك؟ والله قدمتها اليوم، قدمتاني اليوم. اليوم إن شاء الله. الشروط اللي طلبوها من عندك كملتها كفحص؟ فحص بعد ما كملنا فحص طبي على حد. على حد. على حد فحص طبي. اليوم أخذنا كتاب تأييد وإن شاء الله نطلع على الجامعة. شوف إيش يحتاجون، قالوا المستمسكات والهاي يمشونا هي. تحكي لي شعورك وأنت دخلت هاي الجامعة على السطح العظيم؟ والله شعوري ما واحد ما يوصف. أول مرة أدخل الجامعة ما شاء الله، يعني عمريها مهندسية، يعني إن شاء الله نطلع نتيجة بيها.